فكرة جات لنا، احنا كنا قاعدين نفكر نحاول نحصل شيء نسويه يعني عشان الناس يستمتعون فيه، وفي نفس الوقت ان نتاكد الناس يتقيدون بالتباعد الاجتماعي. فجات لنا فكرة السينما الدرايفن، شفناها في اوروبا وفي امريكا قاعدة تنتشر اكثر هالايام، خصوصا ان صالات السينما بعد هناك قاعدة تسكر. فرحنا حق شركة مكتا اي 2 سينماز، قعدنا معهم، طلعنا هم بعد نفس الشيء قاعدين يفكرون انه يفتحون الدرايفن سينما في البحرين، فتشاركنا معهم. وايد ناس كانوا مستانسين، كانوا يبون يحصلون شيء مع اهاليهم، يشوفون فيلم مع بعض. السينمات كانوا مسكوكة الحين من تقريبا شهر مارس، والمطاعم مسكوكة، ما في محل الناس يقدرون يروحون له. وما شاء الله اول تقريبا 3-4 ليالي كان اول عرض يكون سولد اوت. تذكر احنا عندنا باكجين، ففي باكج في حق شخصين الايام العاديه ب 12 دينار، وحق 4 اشخاص اليوم العاديه ب 16 دينار. وفي حق الاجازات حق الشخصين ب 15، وحق الاربع اشخاص ب 19. ممنوع الخروج من السياره الا اذا بغى الشخص يروح للحمام. ما حد يقدر مثلا ياخذ كرسي ويقعد برا السياره ويطالع الفيلم، هاي ممنوع. كل الموظفين اللي عندنا تشيك حرارتهم كل يوم، وكلهم لابسين قفازات وماسكوت. والله احنا ما فتحنا تقريبا 800 سياره دشت عشان تشوف الافلام، ولحد الان ما صارت عندنا اي مشكله ان سياره وقفت ولا اي شيء من هالامور. فاحنا الحين ان شاء الله فاتحين حق 6 اشهر تقريبا، ونشوف بعدين الاقبال شلون. اذا في اقبال نشوف بعد اماكن ثانيه يعني وين تناسب نجيب هالفكره لها.